هنا القاهرة، هنا الجمال كله منصبح عليكم مرة تانية من داخل حديقة الأندلس على شاطئ النيل الساحر، وحلقة خاصة جدا في حضرة مدينة المدن القاهرة، قاهرة المعز، القاهرة المحروسة. وهنتكلم في الفقرة دي عن الحدائق. القاهرة مشهورة جدا على مدار تاريخها بالحدائق التاريخية. أول حديقة كانت حديقة الأزبكية، حدائق تانية كتيرة زي الجزيرة والحديقة اللي احنا فيها دلوقتي حديقة الأندلس، وحدائق أخرى كثيرة. احنا دايما في مصر محتاجين للمساحة الخضراء في حياتنا، محتاجين ان المساحة دي زي الرئة كده اللي بيتنفس من خلالها المصريين. للأسف الشديد يوم ورا يوم المساحة دي بتقل وتتقلص في حياتنا. معانا ضيف منورنا ومشرفنا، وهو المسؤول عن الجمال في القاهرة، مسؤول عن المساحة الخضراء في القاهرة، ضيفنا الكريم سيادة اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة. صباح الفل يا فندم، منورنا ومشرفنا. انتوا اللي منورين. صباح الخير يا فندم. صباح النور والله. سيادة اللواء، خلينا نتكلم في البداية كده، نعرف الناس يعني ايه مشروع الحدائق المتخصصة، نشأته ابتدت منين، ايه هي الحدائق اللي داخلة ضمن هذا المشروع، هدفه ومين الراعي ليه؟ الحقيقة أنا برحب بحضراتكم النهاردة في حديقة الأندلس، أحدى قلائع المشروع الحدائق المتخصصة ومن أجمل الحدائق اللي ربنا منعها على مصر. حقيقي. طبعا أنا بكلم على حدائق المتخصصة، إحنا مش هنختلف إن مدى تحضر المجتمعات وتقاس مدى تحضرها إلا بنصيب كل فرد من المساحة الخضراء. صح. كل ما يكون مساحة الفرد من المساحة الخضراء كبيرة، كل ما يقاس بمدى تقدم هذه الدول. فالحقيقة المشروع الحدائق المتخصصة، إحنا ربنا حابانا بنهر نيل وبجو جميل وبأرض طيبة، فكان لنا الحمد لله مجموعة كبيرة جدا من الحدائق اللي هي على نهر النيل واللي هي برضو خارج نهر النيل. الحقيقة احنا عندنا اربع مناطق، اللي هي المنطقة الشمالية والجنوبية والغربية والشرقية، وكل الحقيقة كل منطقة لها نصيب من الحدائق المتخصصة. عايزين نرجع ونقول ان مشروع الحدائق المتخصصة كان الغرض منه ايه، ان لما لقينا ان في مجموعة كويسة جدا من الحدائق اللي موجودة وبها اشجار ونباتات نادرة لانها يصل الى عمرها اكثر من 120 سنة، فاصبحت دي يعني كنز من الكنوز، او يعني كيان لازم نحافظ عليه. وبالتالي جت فكرة انشاء مشروع الحدائق المتخصصة. الغرض من هذا المشروع هو ازاي نحافظ على هذه الثروة القومية اللي ربنا حبانا بيها، مجموعة اشجار نادرة، مجموعة خضرة، مساحات كبيرة جدا موجودة على ضفاف النيل وخارج ضفاف النيل. فكان الغرض من هذا المشروع كيفية الحفاظ على هذا الكيان. وفعلا صدر قرار السيد المحافظ القاهرة سنة 1987، رقم القرار سنة 122، بإنشاء هذا الكيان. وكان النواة بتاعته هو الحديقة الدولية في مدينة نصر على مساحة 55 فدان. الحقيقة كان الغرض برضك منه ان احنا هذا الكيان يرعى بفكر ورؤية وناس الحقيقة مثقفة وعندها فكرة ودراية بإدارة هذا المشروع وأهمية الحدائق وأهمية المكان. فأصبح تعيين الناس وبيدير هذا الكيان مجموعة من المهندسين المتخصصين ومعهم المساعدين ومعهم عمال الزراعة اللي بيأدوا خدمات لإنشاء هذا الكيان والمحافظة عليه. الحمد لله النهاردة أصبح علينا كوادر. النهاردة المشروع ده بقاله 30 سنة. الكوادر اللي موجودة فيها الحمد لله قادرة على أنها تعمل لاندسكيب، إزاي تعيد الخضرة وتعيد كيان هذه الحدائق إلى ما كانت عليه في أبهى صورها.